فطاير بالجبنه وبالتركي. دلوقتي احنا عندنا عجينه العشر دقائق، عجينه العشر دقائق عملناها كتير قوي فمش هنعملها تاني النهارده، بس ممكن نقولها في السريع كده ازاي بتتعمل. هي عباره عن 5 كوبايات دقيق، وفي نص كوبايه زيت، معلقتين كبار خميره، ربع كوبايه من اللبن البودره، ومعلقتين كبار سكر، ورشه ملح، وكوبايتين ميه دافيين. بنحط كل المكونات مع بعضها الا ال3 كوبايات من ال5 كوبايات دقيق، يعني بنخلي 3 على جنب، ونص كوبايه الزيت، والباقي كله بنحطه مع بعضه، بنسيبه 10 دقائق، بنرجع لها بعد 10 دقائق بنلاقيها تضاعف حجمها، بنضيف لها ال3 كوبايات دقيق اللي فاضلين والنص كوبايه زيت، وبنخلطهم وبنعجنهم وبنشتغل عليها بالعجينه عادي جدا. بيفضل ان احنا نسيبها تخمر كمان مره قبل ما ندخلها الفرن بعد ما نقطعها. طيب دلوقتي احنا بناخد العجينه اللي عندنا وهنعمل ايه؟ عايزين نفردها طبعا، هنفرد العجينه كده. وعايزين نحط فيها الحشوه اللي احنا عايزينها بقى ايا كانت، يعني احنا النهارده اخترنا الجبنه والتركي، هي عامله يعني زي السندوتشات اكتر مما هي معجن، يعني كانها ساندوتش بالظبط بس محشي، يعني مش بقى معمول وكده، محشي، ساندوتش محشي. طيب هناخد الجبنه اللي عندنا دي حته زياده، وهناخد التركي اللي عندنا نقطعه كده بالنص، ناخد الجبنه نحطهم مع بعض كده هنا، هنحط الجبنه والتركي على بعض وهلفهم بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، وهاخدهم احطهم هنا في العجينه بتاعتنا، وهقفل العجينه عليهم بالشكل ده كويس جدا، نقفلها كويس قوي كده. بس هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايزين نقفل بس كويس يا جماعه عشان خاطر لو في حته فاتحه من مفتوحه من العجين، الجبنه اللي جوه كلها هتطلع من الفتحه الصغننه اللي احنا ما خدناش بالنا منها دي، فلازم نقفل كويس قوي العجينه بتاعتنا. وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الخيط، هنجيب خيط اهو تمام، هحط الخيط كده هنا بس نشوف اوله فين من اخره، اهو اوله اهو، هنجيب حته خيط بقى دي كده هنا هقطعها، وهجيب الفطاير بتاعتنا بحطها كده هنا اهي كده، حته الخيط بتاعتنا اسفه هنحطها من فوق الاول كده، خليها كده، وبعدين ناخد دي نلفها برضو لغاية الناحية التانية كأننا بنلف لحمة روستو، وبعدين هنبتدي نلف الخيط بتاعنا بالشكل ده، شايفين كده كده لغاية ما نوصل للناحية دي، الناحية اللي فيها الخيطة دي كده هنا، دي اللي احنا كنا مطلعينها من الأول، ونقفل على الخيط بتاعنا. بس احنا لسه ما كملناش دي، لا معلش خلينا نكملها دي كده، وبعدين نرجع هنا بس نحطها من تحت عشان تفضل مكانها ما تتحركش ونقفل عليها بالشكل ده. وهناخدها بقى هنحط لها شويه، نحط لها بيضة على الوش كده وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما تتحمر أو من تحت تبقى حمراء، وبعدين بنحمر الوش، شايفين أهو ده بيكون شكلها كده. بعد ما بتطلع من الفرن ساعتها اللي بنشيل عنها الخيط، فشوفوا شكلها بيبقى عامل إزاي بعد ما بتطلع من الفرن، بيبقى ده شكلها كده،
وادي الخيط اهو زي ما انتم شايفين، شوفوا اهو، هنشيل الخيط عنها. بس هي العجينه اصلا بصوا شايفين، يعني عجينه العشر دقائق دي اختراع، شوفوا قد ايه طريه، مش طبيعي قد ايه طريه عجينه العشر دقائق من العجاين يعني اللي لا خلاف عليها. نقطع بس الخيط كله، ودلوقتي هفتحها عشان اوريكم شكلها بيبقى عامل ازاي من جوه. شايفين، شوفوا قد ايه طريه، شوفوا، شايفين ده بيكون شكل الفطاير بتاعتنا بعد ما بتطلع من الفرن زي ما قلنا درجه حراره 180 لغايه ما تحمر بس من تحت. اول ما بتحمر من تحت بروح على طول مولعه عليها الشوايه من فوق لغايه ما تبقى باللون الجميل اللي انتم شايفينه ده.